المغادرة نحو الرجاء البيضاوي المغربي ونحاولوا توا نطلعوا شوية في الريتم خاطر عندي برشا مواضيع أخرى. عفوا، في إما ظروف خرج سي لسعد جرد ما لم تصرح به شنو؟ أنا عندي شك في بعض التطورات اللي صارت في الأخر. صحيح وكان عرض الرجاء موجود، أما نشك إنه فما حاجة ما مشيتش برشا مع الاتحاد في الأخر. لا لا، مش حتى مع الرئيس ومع بعد مباراة بيجا أكيد قررت انا باش نغادر. ايوه الفريق، على خاطر شفت وان ما عادش هيك الحاجه اللي نحب عليها انا. لكن في الوقت هذاك ما كان حتى حاجه موجوده مع الرجاء، ما كان حتى حاجه، ما فماش. تاكد لي ما كانش ما اتصال. انا ما نكذبش حياتي، ما نكذبش، وكي نتكلم نقول صحيح ولا اي ولا النجم اليوم نقول لك كان عندي اتصال، شنو باش يبدل؟ ما فما حتى اتصال مع فريق ولا حتى مع ميناجير. كان فما تلميح من رئيس الرجاء نهار مباراة كاس الكاف بين الاتحاد والرجاء، قالك نتمنى نهار نشوفك مدرب الرجاء. والله هي كانت من كازا، فما واحد قال نتمناه أن في يوم من الأيام يشد الرجاء، يدرب الرجاء. لكن في الوقت لذاك اللي مشيت أنا دونك نجم نقول لك ما فما حتى أنا ما متوا كي جيت ماشي من الرجاء كانوا برشا يظنوا أني أنا كانت عندي كونتاكت مع جمعية أخرى. وأنا أقول لك حاجة، هذا مبدأ من مبادئ، ما نحكي مع حتى جمعية كي يبدأ عندي عقد مع فريق راني فيه. احترام للرئيس واحترام للجمهور النادي. باش نسألك سؤال وجاوبني بصراحة، تعبك شوية الإعلام المغربي في التجربة مع الرجاء؟ أبدا. فما سني علاش؟ أنا لا نقرأ جرايد، لا نسمع راديوات، لا نتبع برشا فيسبوك، لا انستغرام ولا تويتر. أنا ساعة يسألوني يقولوا لي شتريس، تاع شنو هو شتريس؟ أنا تعلمت، علاش قلت لك راهي المدرسة الكروية اللي تعلمناها، مش تعلمك كيفاش تريني بركة، كيفاش تعيش، تعلمك ما يزمكش تقرأ. أنا عندي نجم نقول لك حاجة، عندي 4 سنين 5 سنين عمري ما شريت جريدة، ما نقراش. حتى استبعادك لبعض اللاعبين اللي عندهم خبرة في الرجاء ما قلقكش؟ ما عملكش بعض المشاكل داخل وخارج فريق؟ يمكن الحاجة الوحيدة اللي أنا قلتها ونعودها هي إبعاد متولي محسن متولي وسند الورفلي اللي هو ليبي، لاعب في المنتخب الليبي. ربما هذيك قومت شوية حملة فهمتني. لكن أنا كمونترينور خذيت القرار، اتصلوا بي العديد، اتصل بي حتى حمد البلي من تونس في هاتف قال لي لسعد نجمش ترجع متولي. أحمد البلي طلبك على حسن محسن متولي؟ طلبوه من المغرب بأنه يعرفوا علاقتي بيا مع سيد أحمد، طلبوه من المغرب وطلبوا من سيد أحمد البلي باش يتدخل باش يرجع. لكن أنا أخذت قرار، القرار هذاك ما ترجعتش فيه. كنت نعرف لو كان خسرت الماتش متاع الفينال في البنين ضد شباب القبالية كانت ربما نهايتي باش تكون في البنين. لكن أنا شو اخترته؟ وأنا اخترته لمصلحة النادي، لمصلحة الملاعبية، ولمصلحتي أنا، والحمد لله كان الاختيار صحيح. ربما هذيك الحاجة الوحيدة اللي كما قلت أنا وقت اللي نحيت محسن متولي السيركولاسيون وقفت في كازابلانكا. جاء الرئيس السيركولاسيون وقفت في كازابلانكا. وقفت السيركولاسيون وقفت على بلاد وقفت. لا بلاد وقفت. وتحس هذا حتى في الشارع في بطبيعة الحال مع العباد ويسألوا علاش وكذا بطبيعة الحال. وهزيت زوز القاب رغم غيابه بطبيعة الحال. وقت اللي يجيك ويقول لك من أعلى الهرم حاشتهم يشوفوا محسن متولي وتقولوا لا أنا المسؤول، السلطة معناه من أعلى الهرم، الملك يحب الرجاء، هو ولي العهد يحب الرجاء، من أعلى الهرم يحب يشوف النجم المفضل نتاعه، النجم المفضل نتاعه وانت ترفض. صارت هذه الضغطة كمعين؟ أنا تحب أقول لك حاجة،
انا في الكره راه ما نجموش يضغطوا عليا مهما الجمعيه اللي باش رانيها، عندي الضغط انا، انا نجي باش نقوم مهم التدريب. ولد ولد الملك حاب يشوف محسن متولي يلعب في الرجاء، وسيلاس حجار ده نحاه خاطر بالنسبه لي هو اختيارات فنيه، جاء مسؤول اعلمك بالنيه هذه قال لك راهو الجماعه من فوق يحبوا لا مش لي انا ديريكت. ايوه جاوا الناس في الصف نتاعي انا ما نجموش يجوني ديريكت يقولوا لي انا ما نجموش، انا ما يطلعوا تروازيام ايتاج، انا نسكن في البريمي ايتاج، يطلعوا تروازيام ايتاج يكلموا جماعه الصف نتاعي يقولوا للمدرب، خاطر انا يعرفوني تعذبت في حياتي باش وصلت اونترينور، خسرت 70 ولا 80 الف اورو باش وصلت نهار عملت اكبر شهادات في العالم، ومانيش مستعد من اي انسان اللي لا علاقه له بكره القدم باش يفرض علي حاجه اللي انا ما نقبلهاش، على خاطر في الاخر النتيجه ترجعنا لمصلحتنا احنا الكل.